بابا أيامنا مثل أيامك. كيف يعني؟ ما أنت شايفة كل شيء تغير. مزبوط، يعني هذا التغيير إشي طبيعي وهي سنة الكون، ما في بني آدم بضل على حاله. أنا اللي قصدته إنه مثل ما كان الخير موجود بأيامكم لسه موجود بأيامنا. في منه هالحكي، بس الحياة اليوم تدفع جيلكم للانحراف وتغيير مفاهيم وقيم. بس ما فيك تحط كل الحق على جيلنا، لأنه الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات تاريخية طويلة. نعم؟ هسا بدك تحمل جيلنا كل المسؤولية؟ لا أعوذ بالله، أنا ما قلت كل المسؤولية، بس أكيد جزء منها، لأنه كان في خلل بطريقة تجهيز وتربية الأجيال على التعامل مع التغيير. شو يعني؟ يعني تاريخياً كان التركيز على مقاومة التغيير المحتوم بالوقت اللي كان المفروض يكون فيه التركيز على مواءمة وتطويع التغيير مع منظومتنا القيمية والأخلاقية. بس يا بابي أنا اللي شايفه إنه في كثير دعوات للتغيير وحتى لهدم هاي المنظومة، وهذا اللي قلب حال الناس هالأيام. تعرف بابا، لازم نعيد دراسة وتشكيل هاي المنظومة لأنه فيها كثير تناقضات. شو هالحكي يا بابا؟ بدك إيانا نغير تقاليدنا وقيمنا؟ بعدين جيبي لي مثال واحد على التناقضات هاي اللي بتحكي عليها. الأمثلة كتيرة وقدام عينينا، بس المهم إنه إحنا نتصالح مع حالنا عشان نشوفها. بدي مثال واحد، بس واحد. طيب يا سيدي، يعني مثلاً التناقض بين الدين الحنيف وتعاليمه الرائعة وبين التعصب الاجتماعي والإقليمي اللي بيودي للظلم وللواسطة واللي هو أكيد حرام بديننا. صحيح. وهذا مثال واحد من كتير أمثلة بتقدر تعبي منها مجلدات. بس جيلنا حاول يعمل أشياء كثيرة إلكم وحتى إنه حقق بعضها، لا تنكري. لا أكيد لا، هي ما فيها مجال للإنكار بابا. لا حاول إنكري أشوف.